في يوم المعلم نلقي نظرة على واقع التعليم في الأردن وظروف المعلمين في المدارس والتحديات التي واجهها ويواجهها المعلمون والمعلمات في ظل جائحة كورونا. نبدأ بعدد المدارس في المملكة، حيث بلغ عدد المدارس في الأردن نهاية عام 2019 7434 مدرسة، منها 3800 مدرسة تتبع وزارة التربية والتعليم و 3354 مدرسة تتبع التعليم الخاص، و 169 تتبع وكالة الغوث، و 46 مدرسة حكومية أخرى. أما حول عدد الطلاب في المملكة، عدد الطلاب في المملكة 2,114,719 طالباً وطالبة، وبلغ عدد المعلمين أيضا 636,262 معلما ومعلمة. شكلت المعلمات ما نسبته 70.2 معلمة، أما المعلمين 29.8. أيضا في متوسط عدد الطلبة لكل معلم في المدارس الخاصة 13.1 طالب وطالبة، أما نفس المتوسط في المدارس الحكومية 16.2 طالب وطالبة. حول معدل الإنفاق العام على التعليم العام في الأردن كنسبة مئوية من موازنة الحكومة فقد بلغ 12.20% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.8%. ويبلغ متوسط الإنفاق لكل طالب 720 دينار، منها 645 ديناراً أردنياً نفقات موظفين، 40 ديناراً أردنياً نفقات تشغيلية، و35 ديناراً أردنياً للنفقات الرأسمالية. بعد عام ونصف من البعد في التعليم، عاد معلمو القطاع الخاص كغيرهم من المعلمين إلى الواجهة في الغرف الصفية. لم تكن العودة سهلة، كما لم تكن تجربة التعليم عن بعد كذلك كما يرون. نتابع تقرير زميلنا ومن ثم نعود. بعد عام ونصف عن البعد عن التعليم الوجاهي، عاد معلمو القطاع الخاص كغيرهم من المعلمين إلى الوجاهية في الغرفة الصفية. لم تكن العودة سهلة، كما لم تكن تجربة التعليم عن بعد كذلك كما يقولون. كان في عنا الكثير من التحديات والكثير من الأشياء اللي حاولنا يعني بشتى الوسائل إنه إحنا نغطيها. مثلا كنا يعني افتقدناه صراحة بتعلم عن بعد، اللي هو وجود الطالب أمامنا. يعني أنتوا بتعرفوا أكيد إنه الطالب بيكتسب الكثير من القيم العادات من قدوته اللي هي المعلمة، فبالتعلم عن بعد صراحة المعلمة ما كانت يعني موجودة خلينا نحكي أمامه. الحقيقة في عنا مشاكل واجهتنا كثير في التعليم الأونلاين، سواء كانت تقنية أو أكاديمية أو حتى تربوية. واجهنا مشاكل في إيصال المعلومة للطالب، المعلومة حتصل لكن مش بمية بالمية، مشاكل تربوية ومشاكل تقنية. إحنا في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد استطعنا تجاوز بعض هذه المشاكل، وبعضها يعني يحكم الواقع والظروف، زي الأمور التقنية والأمور التكنولوجية قد تخذلك أحياناً. تحديات جمة تواجه المعلمين اليوم، فبعد أشهر من التعليم في المنازل يترتب على المعلم تأهيل طلبته على كل الأصعدة، تأهيلاً نفسياً وذهنياً وحتى العمل على ضبط سلوك الطالب. استطعنا أنه من خلال الأنشطة والفعاليات اللي في الحصص نعيد الطالب لجو الصف الوجاهي، جو التعليم، جو التعليم الذاتي، يكون متعلم بذاته، يشارك بالأنشطة والتجارب العملية والعلمية سوية، بحيث نفرغ هاي الطاقة اللي إلها سنة ونص في مربع الراحة. افتقدنا شوي لموضوع النظام، العشوائية بالترتيب الكتب. يعني صدقا في السنوات السابقة لا مش لهي الدرجة، كنا لا نحس إنه في ترتيب عند الطالب، في توجيه، في نظام ماشي عليه. موضوع التأخر بالنوم كنا نحس يعني في بداية، خصوصا
هاي المرحلة إنه لا هو متعود على السهر، متعود على لعب الألعاب الإلكترونية أو اليوتيوب، لأنه هو أصلاً كان يعني أمامه دائماً الأشياء الإلكترونية، فكان كثير متأثر فيها. حتى في مشكلة كثير صراحة أنا لاحظتها، ضعف النظر، مهارات التواصل بينه وبين أقرانه، بينه وبين معلمته لسه شوي فيها، يعني حسينا فيها زي جاب أو في شوي بدها شغل. أكيد في خطط علاجية كتير وفي أمور كتير ممكن نعملها بظل التعلم الوجاهي. على الرغم من كافة الصعاب التي واجهها معلمو المدارس الخاصة في فترة الوباء وما بعده، غير أن إجماعاً على أن تلقي الطالب درسه في غرفته الصفية يتيح للمعلم إظهار إمكانياته ومهاراته، فبالتالي ينتج لدينا طالب منتظم منضبط متعلم منسجم مع بيئته التعليمية.